فورين بوليسي الأمريكية لها تقرير حول دور الممثل التجاري روبرت لايتزر في الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي ضد خصوم وحلفاء الولايات المتحدة على حد سواء. تقول المجلة تحت عنوان ترامب عبر روبرت لايتزر يكسب الحرب التجارية لكنه خسر. وقالت إن الممثل التجاري الأمريكي رافق ووافق على العمل داخل حكومة الرئيس الأمريكي من أجل اختبار نظريته التي تقول لو أن الولايات المتحدة تحررت من قيود قواعد التجارة العالمية فمن الممكن أن تستفيد من سوقها الواسع في إجبار دول أخرى على الامتثال لإرادتها. رأت المجلة أن ترامب بحبه المعلن للتعريفات الجمركية وإقناعه التام بأن الولايات المتحدة كانت تخسر في تجارتها على مدار عقود، بدأ أن لايتزر هو القائد الأمثل الذي يمكن من خلاله اختبار هذه النظرية. تتفق أفكار لايتزر بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة مع أفكار الرئيس الأمريكي الذي لطالما انتقد اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف كالشراكة عبر المحيط الهادئ ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، وتعهد بمواقف متشددة تجاه دول كالصين. قال لايتزر في وقت سابق إنه ملتزم تماما بمهمة ترامب الرامية إلى ضمان المنافسة العادلة للعمال الأمريكيين وضرورة وضع سياسات اقتصادية أفضل تحقق مصلحة كل الأمريكيين. اعتبرت المجلة أن ترامب بإعلانه فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% في مطلع سبتمبر على باقي الواردات الصينية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار أصبحت نظرية لايتزر ممزقة.